كومب على التجميع يعني عود جمع حول احنا في الدفيع عود جمع حول من الفرق اسم بلعبه من الفرق عمالي داري عندنا بمسألة عندنا بقى راح يبرينا المصدر هو كوبيس هذا وهنا فعنا كما يقول لك احنا لا يشتغل الكف يقول لك شحال مصدر شحال مصدر هذا هنا يقول لك اقل من المصدر والبرامج مثلا عندنا بسيط في الالفون جيم عطب شغل وهذا هنا فوتوشوب فوتوشوب ماي هذا هو مصدر اقل من المصدر اقل من المصدر هذا اللي فيهم عدد أكبر مش عارف هو ما يجي من سباق مش عارف العدد تحمل هو دائما راح يزيد أكثر مخصوص أكبر البرامج مش فيه هذا أكبر من 50 دايسة أو ثلاثة مخصوص بروجرام بتاعته أكبر من 10 ملايين أكبر من 25 مليون هوريك أكبر من 6 ملايين زوج فيلد هذا هو الكود تاعك اللي بعد تشوفوها كان كود اسمه يقول تدخل لي برك تقدر تيجي هذا الحين يقوم بحاجة صغيرة راح يدير بزاف مشي راح يدير كود فيها مليون صار مليون صار وكل واحد شحال فيه مليون صار عادية الوقت ما يكون هذا احنا يقول لك مجموعة من النصائح تحسن الكومبايت عن طريق تجيب السرعة أكثر عندما تقوم بعمل الكومبايت هنا مثل يسموها الجزء في الكومبايت اليوم تاع حنا نعرضوا عليها بعد شوية اللي الأرقام مليحة بزاف والأي لاينين الثاني الأي لاينين السرعة تاعها ثم في عندي جديدة ثاني مهمة كاين بزاف مهمة هذو لازم تقرب العمل التطبيقي ربطوا كل شوفوا شوفوا السرعة اللي المدة اللي يحكي لها بها يكون فعلينا من يوم مليون صار أو اللي قال أخش فيهم يعني كود عاديين فقط نستخدم حتى نستخدم حتى في المغرب اللي عبارة عن الدفاق نستخدم الكود عادي تحدد فيه مجموعة من الدواء موجودة في المكتبة تاع الدكتور وراح يدير شوية هنا في العدالة تاع الدكتور راح يدير له مثلا حبس اوبتمايزيشن هذه قال لك نحكيها وري تايم بابل صار ثاني خلي يكملها او كوباو هذو العدالات تسرع في العمل وقال لك يديروها الكلين يسحب كل جوج كاين هي عشرة مفهومة او نخدم تايمر تايمر مربوط معاه وقال شوفوا المدة هي بوسي مليون صار حاجة
هو اللي تكتب فيه الاكواد وتروح فيه الفايز الاخرين. قبل ما نروح كاين عندك مثلا تشوف
ديزاين وموبي ستوري. ديزاين على سموه موبي هنا الكود عندك القناة تاع لي ستوري بالك كاين ناس يعرفوهاش ولا ولا واحد صار عليه مشكل هي انك مثلا تكون تخدم في مشروع ولا تحكي في منتج مثلا مقام ولا تحكي روح لك المشروع ما هو عنده مدة فقط هنا هذا اللي هو الحالة في النسخة اللي تخدم فيها حاليا حتى وإذا ما حفظتهاش راه ما نسوقهاش ومثلا إذا خدمت عدة نسخ وكل مرة تعدل وصلت النسخة وغلط ولا بحيث مش عارف وش بحيث مش عارف وش بحيث تلقاها صافي مثلا يمكن نديرو سيرفر نديرو له باتن نديرو له باتن من بعد نديرو له سيف وبعد نزيدو له حاجة أخرى ميمو نديرو له سيف وكاروكا لي ستوري تروحو لي ستوري دوكا خير ريحه
خير مثل كان حتى البيجامي لك هاجي دبر طب آخر إستاد فيه عنده شهور بحث صبي يقول لك واحد أخذ ما أقول له آخر إستاد عنده شهور بحث هو ده في إكسبو 10.2 تاع طوكيو في عدة حفاظ جديدة وأهم شيء النقلة تاع الدلفي كما كانت دلفي إكسبو 5 درنا الأندرويد والتاع المنصة هذه دار ثاني دلفي إكسبو 10.2 درنا نقلة كبيرة وهي أنه أضف لنا موضوع لينكس نقدر نخدمو على لينكس محدودة ما زالت محدودة في التطور وثاني في التحديث كان تحديث 8 وفيه شوية تغييرات بسيطة عنده مدة صغيرة برد ما مش عارف 10 أيام ولا ملي بحثوني برد الدقة نقول لك أنا مش عارف ندير في دقة ولا ما تعلمتهاش ما فيش وقت في الدقة أي لغة شدي في نفس النادية إذا حببت تدير فيه روح معاها أنا نقول لك أنا عجبني تدير فيه أنا أول عشان كي روح متحوس إلا لغة برمجة مناسبة لن يعرف ولا ما شكون في فيسبوك ولا شغل في المواقع المتداول شفت لي كود وشفت أنا بقى ندير رأي تاع واحد ما هو عارف والو ما يعرف والو في البرمجة بس صح لقيت الكود تاع دلفي كي شفتهم الكود تاع سبيس بيس ولا جافا واحد ما هو عارف والو لقيت الكود تاع دلفي هو كل اللي يقرب الحاجة الأخرى خلط فيه رموز مشي لنا كاع عندي وكامل شغل المهم جاوب أنا نقول لك نعم تعلم دلفي أخذت أي لغة ديك المشينة ديك الحجة الأخرى اللي قولها صحيح دلفي ما كانش عليها طلب في السوق تبقى في السوق وكان نحاول نعتبر الثمن في الانترنت ما نقولوش للناس خلينا من الناس خاطر شنو تقدر تتلاقى معاه ونقولو خدم لك ورا ما تخدم له عادي هذا الموضوع ما ومحوش له اصلا الويب يقول لك يطلب منك يجي تروح موقع فريلانسر مثلا موقع مستقل تاع العرب ولا موقع فريلانسر دير له تحوس عليه في الانترنت وشوف شو يسموها شوف اذا يطلبوا ولا ما يطلبوش تلقى واحد ما يطلبش اذا يطلب تلقى حاجه صعيبه ما تقدرش كامل تخدمها ولا انا نقول على واحد متوسط ولا مبتدئ تجيك حاجه صعيبه يقول لك فيس بار هو اصلا ما حبوش على المواقع تاع العمل الحر ما حبوش عليهم باهي يطلب عفسه صغيره ولا انت تبقى كيف دير على مواقع العمل الحر تبقى كي تخدم كيف ما نقدر ندير حتى عفسه خاطر كلش صعيب عليا هذا الوقت اي واش نحوس على لي بروجي الاخرى تاع سي شارب ولا ما عنديش اصلا عمل هما كاين مشاريع بزاف واذا تقدر تشوفهم كامل قول لي انا واش درت انا نحيت كامل هذه تاع دلفي ولا حفايز الاخرين شفت المشاريع وحوس تاع سي شارب وش يقول لك هو سامع مرات من الناس يقولوا له بلي سي شارب تخدم ابليكاسيون للتطبيق للويندوز يمشي للويندوز هو مليحه هو حط لك سي شارب هو مش عارف هو بعدين يقول لك تخدم لي برنامج تاع متجر باهي نسير به المتجر تاعي ما يطلب منك لا كونسورس اذا ما طلبش منك كونسورس في خلاص نحيت جدا هو لا هو يقول لك سي شارب ولا يقول لك ما هوش حوس على حفايز الا اللي يقول صافي انا حي هذه نروح حوس المشاريع وما تقلقش حتى واذا لقيتو دار جافا ولا سي بلس بلس هو المهم يطلب منك تطبيق للويندوز خذ له تطبيق للويندوز ما تقول لا 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 حاجه اخرى هو هذه ما تقدر يحوس عليها انا اول واحد شفتو هو مش عارف طلب تطبيق انا قلت له عفوا قلت له دير شويه هذا التطبيق وما نبدلوش ولا وبعدها في الاخير ما قال لي شنو النسخه الاولى قال لي ما نديهاش قال لي هذا معقد شويه ما قلت له وصل لي فوق تعطيني نموذج اولي ما شفت وصل لي فوق حق وصل لي دار لي فوق هكذا الى هذا الزر تاع اضافه حرف ودار لي هنايا كليب كليب عادي هكذا كليب عادي وقال لي حاجه الوحيده اللي كنت نموت اللي سبينها تاع طلع ونقط قال لي نحب طلع ونقط الفلافي نشوف نمشي هذا وقطع انا حبيت نبقى كنت فوق كبير على بالي هذيك تاع عشرين سنه في الاخير هذيك اللي داها هذا مشروع حاجة كما قلنا وقد انك تخدم تخرج حال 10-20 دقيقة تخدم له فقط فورم ودير فيه الأزرار وتزيد تحط له البريد هذا ما كان حتى الأزرار ما كانش صعيبة هذا تجيب 60 دولار صافي راه تقول عمل كاين وما تقول كاع ما كانش دوكا إذا جات حجة أخرى ويقول لك سوق العمل راه ما مش يطلبوا برامج سطح المركز لا هذا غلط ما حبش برامج عندك سبب آخر هذا هو التطوير أفضل هنا كيف حصلوا على كل شيء
اي دي اي ولا ما نخليوش على اليوتيوب حاجه مليحه قبل هذا يعمل لك كود وستايل كودين ويعمل لك المهم يحاول يعمل لك كود مليح ما كانش في جوا ديزاين ومره حاجه مليحه شو وقت وين افضل يسافر المكتب على سبب نفسي على سبب نفسي الناس تدرك الحاجه ما تحبش تكون موقع الناس كامل توصل يحب يدرك الحاجه تكون خاصه به هو والوحيد اللي عنده هذا اللي يشوفها هذا هو الاسم الاسلوب اللي يقدر يشوفها عندك الخصوصيه خاف يكونوا المعلومات تاعهم خاصين في قاعده البيانات عند كل واحد ولا ما تقدرش تعرف المهم الخصوصيه عندك تاع البرنامجيه وكل شيء تاعو ولا تاعو ما لذلك ما الخصوصيه تكون عنده كبيره هذا شو هو الدفع النسبه شو يسموها مليحه ليا الدفع النسبه الفوق مليحه ليا ايضا يدفع ما راح يزيد على الكامل ما ماهيش راهو كلمه شوية فاتكم معليش، دوكا ننتقلو للموضوع.